هنا كان توصل 8 كندخلوا التوزان ديالنا هنا باش نغسلوه. رزق المصدر الوحيد اللي بقى عندي في رزق ولادي تقلبوا لي هاد السيده نضرب الحجر الصحي. إذا كنت مخترق الحجر الصحي وكانت على الجميع ما عنديش مشكل. وما هضرش معايا جا وقلب ليا جا بدا تيهرس لي انا في هاد الشيء. وانا هي تنغسل انا راه هي تنغسل ما تنبيش. خويا المشكل اللي عندي اليوم تنتفاجئ. هنا كان توصل 8 كندخلوا التوزان ديالنا هنا باش نغسلوه جالسين يلا طلعت للدار نزلت تنتفاجئ بالسيد القائد جاي ما هضر معايا ما تكلم معايا ما حتى شي حاجه. بغيت يقلب ليا في هذا الشيء اللي قسم الله سبحانه وتعالى. رزق المصدر الوحيد اللي بقى عندي في رزق ولادي تقلبوا لي هذا السيد هذا المصدر الوحيد اللي بقى عندي. كان عندي محلات ديالي كان عندي كل شيء ديالي صبحت فقير من الدقيقة دي من الدقة الأولى ديالي ماشي مشكل. صبرت دابرت من واش بديت رجعت لاش بديت. ولكن هذا السيد القائد تيجي تنتفاجئ تيقلب ليا ما تيهضر معايا ما تيتكلم تيقلب حداتو بيقول لك مخترق الحجر الصحي. إذا كنت مخترق الحجر الصحي وكانت على الجميع ما عنديش مشكل. ولكن باش تكون عليا أنا من دون عباد الله وكل شيء خدام وكل شيء خدام وعندي الدلائل بأن كل شيء خدام وكاينين الصور حتى انا راه عندي كروسه وهو الكراس لحد الان شحال في الساعه الله يجزكم بخير 11 ولا 12 الليل هذه وباقي الكراسه وما في الشارع. علاش انا كروستي من دون الناس نتحرم فيها وانا كروستي معروفه بجاد الله سبحانه وتعالى في مراكش كامل. علاش المصدر الوحيد ديالي وعندي مخدم ربعات الناس معايا خدامين ربعات الناس اللي مخدموهم ربعات الناس يترزقوا حتى هما تيصوروا مع واحد 1000 ريال. السيده عندها مسكينه الثقه الدري البنيه عندي مريض. المهم لا داعي لهذ الاشياء هذا كلشي ديال الله سبحانه وتعالى ابتلاء من الله. ولكن باش يجي هذا السيد القائد ويحقرني بحال هذه الحقره هذه وما هضرش معايا جا وقلب ليا جا بدا تيهرس لي انا في هذا الشيء. انا كوني يهضر معايا غادي نتسنط له. جا هو بدا تيقلب فاش مشيت عنده راه غادي نعطيكم ادله بانني تبعته. قلت له علاش تتقلب لي رزقي ما داهاش فيا وفي حداتو هو مدابز مع الناس الاخرين كاملهم هنايا. ولكن علاش بيكونوا محلات تجاريين وكلشي خدام وكلشي وحنا من دون الناس بحالنا بحال عباد الله وانا هي تنغسل انا راه هي تنغسل ما تنبيش. ولكن بصراحه واش كنتي كتبيع ولا لا؟ انا كنغسل مرضي الوالدين وهذا الدليل بانني كنغسل فهمتي. انا كنغسل ولا جا شي حمق راه ما يمكنش يجري عليه ولا جاوا بحال شي مساكين هما فين واقفين مساكين كيتسناو ما ياكلوا ما يمكنش لي هذا نخرج لهم من محلي بجد الله سبحانه وتعالى. وماشي كلشي كلشي ديال الله انا ماليا والو. ولكن باش هذا السيد القائد اللي يظلمنا على الرزق الوحيد اللي ديال ولادنا راه حرام راه عيب. اش بلاش بغيتي تدفعونا واش بغيتي تقولوا لنا زعما حنا الحجر الصحي الحجر الصحي ديروا معنا حل. حنا راه تنخدموا من 8 ل 12 الليل. ذكروا خاصك عندي ورقه ديالي اللي معترف بها المجلس باننا انا خدام وطلبها لنا قال لك الا ما كايناش راه ما غاديش تخدموا. الحمد لله مشينا عطاونا الناس الجواد فضل الله سبحانه وتعالى عطاونا على الاستحقاق لاننا حنا الناس اللي مقيدين في المبادره وما عطاوناش المبادره ديالنا وصبرنا وراه شكينا وصبرنا قلنا ماشي مشكل الكونفيرم وصبرنا. لا كاينين خرجات اخرين كاينين خرجات تنطالبوا بان راه انا راه دقنا راه ما خرجنا لا التماره راه ما خرجين للشمس والشتاء والبرد والعجاج والسكيري واللي صاحي وكل شيء تشد ليه الخاطر الا. ولكن باش حنا كنخدموا مع الثمانيه ونتفاجئوا نخدموا واحد شويه د الوقت ما كنخرجوا حتى فلوس موالين السلعه الكريديات علينا الشركات علينا كلشي كيتسنى ديالو. اليلا يالله راه كنا يدي ديال عباد الله كنا يدي ديال الناس اقسم بالله لو كنا يدي ديال عباد الله قسما بالله الذي لا اله الا الله عايشين على فلوس الناس فلوس الناس اللي كتسناو في منين صحاح. كان عندي محلات درتهم حتى انا بغيت نعيش بحالي بحال عباد الله تتفاجئ بالكونفيرمو كيسد انني كنخدم انا من 8 ل 12 كاع محلاتي معروفين كنخدم من 8 الليل ل 12 هذه هي خدمتي. يعني نوع الماكله اللي كندير انا ما كيتمشاش من غير هذيك الوقيته معروف اللي قلتي ليه راه باين الناس اللي كتبيع الماكولات الخفيفه راه باين له الطون الوقت ديالهم. ولكن يا خويا راه تقرنا
السيد جلاله الملك راه ما كينصش على هذا الشيء هذا، ما كيقولش لهم سيروا حقروا لي، سيروا قمعوا عباد الله. الرساله ديالي للمسؤولين جميعا، الحق بيا الطوف، راه الحق بيا ضر، وهذا الشيء هذا راه ما تيقتوش في قلبي، راه ما غايجينيش الناس، انا عارف راسي ديجا عصبي ما غاديش يجيني الناس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.